بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا، عليه نتوكل وبه نستعين ومنه نطلب التوفيق والنجاح والسداد. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ومحبة وسلام. هكذا تتواصل التحديات والتنافس الكبير على أرضية ميدان الفليج بسباقات الهجن بولاية بركة، والذي يحتضن هذا الدعم الكبير والدعم السخي من شون البلاط السلطاني ممثلا بالهجانة السلطانية، ومتابعة وإشراف وتنظيم من الاتحاد العماني، فشكرا لكل اللجان العاملة. هكذا تنطلق هذا الهجن لتوكد مسار الثلاثة كيلومترات الحاضرة والمتواجدة هنا على منافسة يوم الكبار، انطلاقة واندفاعة العمالقة. نتمنى للجميع الأخوة المشاركين كل التوفيق بإذن الله تعالى. أسير مع الصدارة، أسير مع المقدم، مع المركز الأول، من تأتي هنا على الصدارة الأولى والمقدمة والمركز الأول ريام إشهاب بن محمد بن سالم الشبيبي من يتقدم، بينما المركز الثاني تأتي هنا الظفرة طالب بن حمد بن حمدان الوهيبي، بينما المركز الثالث تتواجد هنا في التحدي المثير شواهين لسعيد بن صغير بن حمود الوهيبي، بينما المركز الرابع يأتي هنا المركز الرابع من التي قادمة بالمشاركة تحمل رقم 38، تأتي هنا بهجة لسالم بن حمد بن غدير الحافي، بينما المركز الخامس أيضا تأتي هنا التي تأتي حظ لأحمد بن ناصر بن سعيد الأغفيلي. هكذا الخماسية، هكذا التحديات والانطلاق الكبير. من يحمل هذا التحدي ما بين انطلاقة العمالقة من أجل الفوز، من أجل الانتصار، من أجل التهاني، من أجل التسعيرة المرصودة، أيضا هناك التوقيت المطلوب مع الأسماء المشاركة والتوقيت الأفضل. ما شاء الله تبارك الرحمن، من تاتي على الصدارة والمقدمة والمركز الأول على ما أعتقد تحمل رقم 16، تاتي هنا تأتي الشاهنية لأحمد بن سعيد بن الصغير الوهيبي التي تتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات تتواجد مع انطلاقة حظ لأحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي من تتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الله الله شوفوا القادمة والواصلة من تحمل رقم 35 ريام لمحمد بن غدير بن محمد اليديلي يتقدم في هذه اللحظات، ولكن لرجعة مع حظ التي انطلقت التي تقدمت على المركز الأول. تأتي حظ على الصدارة ايضا صاحبة الانجاز الكبير في مقتل ميادين السلطنة وبدولة الامارات، ايضا تأتي هنا لتشارك، تأتي هنا حظ بحث لحظ كبير من اجل الفوز والانتصار. احمد بن سعيد بن احمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي يتقدم على الصدارة الاولى على المقدم. الله الله حظ انطلقت، حظتت من منقم السبق من ميدان الأبيض ليقدمها أحد الخبراء في عالم الأصالة. الله الله الله، ناصر بن سعيد الأغفيلي يتقدم هنا ويأتي بحظ مع انطلاقة حظ كبير ليأتي بهذا الاسم المرموق للصدارة، المرموق للمقدمة دائما وأبدا. هنا يحب الصدارة، يحب المقدمة وإنجازها عديد بالإنجاز، الطريق مسجل حاضرها وماضيها. تأتي حظ على الصدارة أحمد بن سعيد بن ناصر أو أحمد بن ناصر بن سعيد الأغفيلي، سلام سلام من قام السبق، سلام سلام ميدان الأبيض، سلام مشكور مشكور يا ناصر بن سعيد الأغفيلي من قدم حظوته بحظ وحيدة بدون منافس. يا سلام المركز الثاني، تأتي هنا المركز الثاني تحمل رقم 138، المركز الثالث مباشرة أيضا
زعفران الحمود بن محمد بن سعيد الحارثي. هكذا إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام تأتي هذه الانطلاقة، ويأتي أحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي لينطلق هنا مع انطلاقة حظ لتقدم العرض والنجومية والنهاية الذهبية. تهانينا الناصر بن سعيد الغفيلي على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لكل الأخوة الفائزين.